بن محمد بن فهد الأسعود وسعد بن طالب بن شريم المري يتابعه في التضمير. يا سلام، هذا هو هملول من يسيطر على البداية وعلى المركز الأول. نتابع المركز الثاني، يصل عجلان على المركز الثاني لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتضمير عجلان مع علي بن حمد بن جرحب المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث، التواجد من براق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، وتضميره مع محمد بن علي بن جرحب المري. نتابع المركز الرابع ونكمل ندائنا الثاني، يتواجد مشهور لهجن الرئاسة بدولة الإمارات وصالح بن سعيد بن العرج المري، يتابع مشهور في تضميره. ننتقل إلى المركز الرابع أو المركز الخامس، نعم هذا هو الوعب، من يحتل المركز الخامس ومن يسيطر على المركز الخامس لهجن الشيحانية، وتضميره مع سالم بن جابر المري. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة. هملول هملول مع المركز الأول ومع قيادة هذا الشوط، هذا هو هملول بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسعد بن طالب بن شريم المري، يتابعه ويضمره وينطلق معه في المقدمة. ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو هملول من يسيطر وأيضا يندفع إلى الصدارة وإلى القيادة. يا سلام، هنا على المركز الثاني يصل عجلان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتضمير عجلان مع علي بن حمد بن جرحب المري. نتابع المركز الثالث، التواجد هنا من الوعب، من غير من المركز الخامس إلى المركز الثالث، هذا هو الوعب لهجن الشيحانية وتضميره مع سالم بن فاران المري. أما على المركز الرابع فلا زالت الأمور، المركز الرابع لا زالت الأمور مع براق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني، وتضميره مع محمد بن علي بن جرحب المري. ننتقل مباشرة إلى المركز الخامس، يصل هنا مشهور لهجن الرئاسة بدولة الإمارات وصالح بن سعيد بن العرج المري، يتابعه في التضمير، يتابعه في الانطلاق، يتابع أيضا هؤلاء المضمرين وهؤلاء العمالقة، وهو من ضمنهم أيها الإخوة هذا العملاق، وهو صالح بن سعيد بن العرج المري من كبار المضمرين والخبرة الفائقة لديه. على كل حال، نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى القيادة. لازالت الأمور مع هملول، هملول هملول مع المركز الأول لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسعد بن طالب بن شريم المري، يضمره ويتابعه في الانطلاق. ننتقل مشاهدينا الأفاضل، هنا إذا نتابع المركز الثاني، من يتواجد هنا عجلان أو هنا في المركز الأول؟ وصلتنا المعلومة عن اسمه، وهو شاهين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وسعد بن طالب بن شريم المري. وافانها سعد بن طالب بن شريم المري، يوافينا باسمه والمعلومة عنه. على كل حال، ننتقل إلى عجلان على المركز الثاني، من يحتل المركز الثاني؟ وهذا هو شعار رداد، شعار رداد، نعم، يتواجد مع عجلان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وعلي بن حمد بن جرحب هو القائد والمضمر. يصل الوعب على المركز الثالث، نتابع المركز الثالث ومن يصل على المركز الثالث. الوعب
كما ذكرنا لهجن الشيحانية وتضميره مع سالم بن فاران المري الذي امتعن في هذه الأمسية التراثية وفي هذه الليلة مع أشواط أيضا انقضت بهذا الشعار وفوز هذا الشعار، وكانت القيادة مع الذهبي، الذهبي الذي قاد هذه الجموع وقاد هذه أيها الإخوة. ستة أشواط يا متابعين قناة الريان ذهبت من نصيب شعار هجن الشيحانية، وأيضا شوط يذهب هنا أيضا لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، ولكن ستة أشواط أيضا تبقى هنا مع الشعار العنابي مع شعار هجن الشيحانية وبقيادة المضمر سالم بن فاران المري الذي قدم لنا بلشة في أول الأشواط والوعب في أول الأشواط، وكذلك القارية كذلك أيضا في الشوط الذي يليه والوعب كذلك والقارية، وكذلك قدم لنا الوجبة من حصلت على أفضل توقيت في شوطنا الماضي. يا سلام، الله الله الله، نعود وإياكم ونكمل ندائنا ونتابع المركز الرابع. من يتواجد هنا؟ السعدي لهجن الشيحانية محمد بن خالد العطية. نشاهد وإياكم بعد أن دعنا المركز الرابع، هذه هي الوجبة وصاحبة أفضل توقيت في شوطنا الماضي. نعم الوجبة 12 دقيقة 53 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، هذه أو 84، نعم 84 جزء من الثانية، هي صاحبة أفضل توقيت في هذا المساء في شوطنا الماضي. ونتابع المركز الخامس في هذا النداء، المركز الخامس يا السادة، يا السلام، نتابع، نعم هذا هو شعار هجن الرياسة مع مشهور. من يتواجد مع المركز الخامس مشهور لهجن الرياسة بدولة الإمارات وصالح بن سعيد بن العرج المري يتابعه في التضمير. نعود إلى شعار رداد لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، ومع علي بن حمد بن جرحب المري الموهوب أيضا له حضور في هذا المساء، له تواجد كذلك، ولكن هناك الوعب اللي يبي النقطة السابعة مع أنحن في شوطنا الثامن ويبقى النقطة السابعة لهذا الشعار العنابي. يا سلام الوعب لهجن الشيحانية وتضمير الوعب مع سالم بن جابر بن فاران المري، بينما هنا على المركز الثالث التواجد من شاهين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وتضمير فيصل أو تضمير سعد بن طالب بن شريم المري، وهنا دخول وتواجد وكذلك تسلل قوي للقاية واندفاع من عمق الميدان هنا السعدي لهجن الشيحانية وتضمير السعدي مع محمد بن خالد العطية هو من يقوده في التضمير. نعود ونتابع المركز الخامس، من يصل هنا على المركز الخامس؟ المركز الخامس، نتابع المركز الخامس، يبدو لي هو مشهور لهجن الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتضميره مع صالح بن سعيد بن العرج المري. يا سلام، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، هذا هو عجلان 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 مع الانطلاق الأول، عجلان مع الناموس، عجلان عجلان. يا سلام، شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني مع الموهوب علي بن حمد بن جرحب المري، ولكن يا سلام التغيير مع الوعب. مشاهدينا الأفاضل، الوعب غير من الجانب اليمين، الوعب غير من الجانب الأيمن، تعود ملكيته لهجن الشيحانية وتضميره مع سالم بن جابر بن فاران المري. الكيلو الأخير يا متابعين قناة الريان، يا سلام، كيلو متر أخير على خط النهاية. أذكر المشاهد وأذكر المضمر الذي يرقب في الناموس أن نحن نتجاوز رائحة الكيلو متر الأخير، والقيادة مع الوعب لهجن الشيحانية وبتضمير سالم بن جابر بن فاران المري. يا سلام،
الثانية الوعب 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 مع القيادة ومع هذا الشوط ومع الناموس. الله الله، هنا على المركز الثاني لا زالت الأمور هنا مع عجلان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتضميرة مع علي بن حمد بن جرحة بن مري. وهنا على المركز الثالث القدوم والوصول من السعدي لهجن الشيحانية بتضمير محمد بن خالد العطية، ولكن نعود إلى الوعب 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 مع الناموس. الوعب مشاهدين الكرام هو الأقرب للناموس. الله، النقطة السابعة لهذا الشعار ولهذا المضمر. الله الله الله. إذا مشاهدينا الكرام، نقول كما قلنا في بداية أشواطنا، لله درك يا بن فران، هذا هو الوعب أيها الإخوة، يصل بأمان وسلام. تهانينا لهجن الشيحانية على هذه النقطة السابعة وعلى هذه النوعية الفريدة من هذه الهجن المميزة والمتميزة. لحظة وصول الوعب إلى خط النهاية المركز الثاني، يصل المركز الثاني مع شاهين لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. المركز الثالث يصل السعدي لهجن الشيحانية، والمركز الرابع يصل عجلان لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، وعلى المركز الخامس الوصول من براق لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. نعود وإياكم إلى الوعب بعد تسجيله للنقطة السابعة في هذا المساء لهذا الشعار ولهذا المضمر. 13 دقيقة 32 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية، والتهنية موصولة للذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. هذه لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية عند انتزاعه لناموس المركز الثاني. 13 دقيقة 34 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود. التهنية موصولة لسعد بن طالب بن شريم المري. أما المركز الثالث فيصل هنا السعدي، 13 دقيقة 34 ثانية 98 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على فوز السعدي.